السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بير الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله جاي لكم فكرة النهاردة حلوة جدا للبخت الصيني، ما شاء الله تبارك الله، افتح واكسب. طبعا أنا بشكر كل الناس اللي طبعا كتبت لي في الكومنتات طبعا على فكرة النص جنيه، كانت الناس كتير جدا الحمد لله والشكر ليك يا رب كتبت لي الفكرة، مشيت معاهم حلوة قوي ونجحت ما شاء الله، ربنا يوفقهم ويكرمهم ان شاء الله باذن الله. هي فعلا فكره النص جنيه في البخت الصيني فكره حلوه جدا جدا جدا، بتخلي الطفل يفضل رايح جاي على المنتج يسحب، حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله، حلو جدا ما شاء الله. وفكره البلي برضك فكره حلوه قوي ما شاء الله. طبعا البخت الصيني معانا فكره تانية وتالتة ان شاء الله. اي حاجه البخت الصيني ده حلاوته اللي هو الكيس مداري، يعني حلاوه الكيس اللي هو كيس مداري، اي حاجه تحطها في الورقه تحطها في الكيس هتبقى ما شاء الله تبارك الله حلوه جدا جدا جدا. معانا الافكار كتيره، معانا طبعا اليويو لعبه حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله اهي، معانا المقص الجميل ده، معانا حاجات كتير قوي، معانا المنتج الاستيك ده حلو قوي ما شاء الله تبارك الله، حلو قوي ده بالكيلو بردك حلو قوي. معانا النبله جميله ما شاء الله تبارك الله اهي، معانا الدبور، معانا المعلقه، معانا حاجات كتير قوي اهي، اي حاجه معاك ممكن تحطها في البخت الصيني شغاله معاك. معانا بقى الفكره اللي احنا بنقول لكم عليها الجديده، معانا طبعا البلح، فكره البلح اهي ما شاء الله طبعا فكره حلوه جدا. كل عام وانتم بخير طبعا، احنا داخلين رمضان، الطفل بردك لما يفتح ويلاقي البلحيه في قلب البخت الصيني حلو قوي ما شاء الله تبارك الله، فكره حلوه وسهله وبسيطه، بتحطها بردك وبتحط معاها لعبه حلوه قوي ما شاء الله. طبعا حاجه طبعا يعني مختلفه، وعشان احنا داخل علينا رمضان والشهر الجميل الكريم الحلو ما شاء الله تبارك الله، يعني اهي بتحطها اهي، بتحط البلحه اهي ومعاها دبور مثلا، وبتلفها وتقفلها تحطها في البخت الصيني حلو قوي ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا جدا جدا. طبعا المنتجات اي منتج معاك مش ماشي، يعني جربت فيه حظك ومش ماشي، اي منتج عندك مش ماشي حطه في البخت الصيني، كده كده الطفل بيفتح، افتح واكسب ما شاء الله تبارك الله، حلو قوي يعني حلو جدا. اي منتج مش ماشي معاك حطه في قلب البخت الصيني. كيلو البخت الصيني طبعا احنا كنا عاملين قبل كده عليه فيديوهات عند اسم محمد المنياوي، بدل 320 جنيه 300 جنيه بيدي للسحب يعني اللي يروح له تبع القناة. منتج حلو، بيعمل الكيلو بيعمل 1450 كيس من ده ما شاء الله تبارك الله، هيعمل معاك مبلغ حلو جدا حلو قوي يعني. واحنا كده لسه ماشيين بمبدأ الجنيه، انا مش ان شاء الله مش هنغيره، هنفضل ماشيين بمبدأ الجنيه ان شاء الله باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنسلاش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان يوصل حضراتكم كل جديد، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وشكرا على كل اللي بيتابعنا وهيتابعنا ان شاء الله على القناة، احنا بنكبر بيكم انتوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني برضك احنا اهي النص جنيه برضك فكرة حلوة، فكرة النص جنيه فكرة حلوة ما شاء الله تبارك الله. عجبك الفيديو ما تنساش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة.